ايه الخبر بداية كالعادة مع نهارك زملكاوي من المؤتمر الصحفي اللي هيعقده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يوم الاربعاء اللي جاي الساعة 12 الظهر بمقر نادي الزمالك. بيوضح رئيس الزمالك خلال المؤتمر كل التفاصيل الخاصة بموعد الانتهاء من فرع القلعة البيضاء بمدينة اكتوبر والعضويات الخاصة به. كمان عقد احمد مرتضى منصور عضو مجلس الادارة والمسؤول عن ملف الاستاد وفرع اكتوبر اجتماع مع الشركة المسؤولة عن بناء فرع النادي ب6 اكتوبر حيث تم الاتفاق على كل التفاصيل. كمان اكد المستشار مرتضى منصور ان عضو النادي الاساسي هيكون عضو في فرع 6 اكتوبر دون اي اعباء مالية. طيب بخصوص مباراة النهاردة تعالوا نروح لقائمة الزمالك اللي أعلنها مدربنا البرتغالي مستر فيريرا واللي هتخوض مباراة بيراميدز المقررة ليها النهاردة الساعة 9 بالليل على استاد القاهرة الدولي طبعا في إطار مباريات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز. بتضم القائمة كل من في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد نازيم، خط الدفاع محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، حازم إمام، وحمزة المثلوثي. خط الوسط في إمام عاشور، محمد أشرف رؤى، إسلام جابر، يوسف إبراهيم أوباما، محمود عبد الرازق شيكابالا، أيمن حفني، أحمد سيد زيزو. أما بالنسبة لخط الهجوم يوسف أسامة نبيه، سيف الدين الجزيري، وسيد عبد الله نمار. امبارح مستر فيريرا وجه رسائل تحفيزيه وتحذير كمان للاعيبه خلال جلسه عملها معاهم جوه فندق المعسكر استعدادا لماتش بيراميدز النهارده. في البدايه فيريرا قال للاعيبه ان هو بيثق فيهم وفي قدراتهم على ان هم يتخطوا ماتش النهارده وان هم يكملوا مسيره الانتصارات عشان يوصلوا للهدف وهو طبعا لقب الدوري. حذر فيريرا اللعيبه من بيراميدز، اكد لهم ان هم بيضموا لعيبه على مستوى عالي جدا وعندهم جهاز فني محترم، كمان هم منافس قوي لينا عندهم الحافز فضروري الحذر منهم ولازم نوقف مصادر خطورتهم وفقا للخطه اللي موضوعه والالتزام بالتعليمات المطلوبه من كل لاعب جوه البساط الاخضر. كمان طالب ان هم يسعدوا جماهير الزمالك اللي وراهم سواء المجموعه اللي بتتواجد جوه الملعب او الجماهير الكبيره بعشرات الملايين اللي وراه. عايزه اقول لكم كمان انه خلال المران الختامي امبارح اللي كان على ملعب النادي كان في مهام خاصه لمجموعه المدافعين بفريقنا، وطبعا ده كان من خلال ادائهم فقره تدريبات خاصه اشرف عليها مستر فيريرا بنفسه، كمان كان كابتن اسامه نبيه المدرب العام مشرف عليها. طبعا كل ده كان استعدادا لمباراه بيراميدز النهارده. مستر فيريرا وكابتن اسامه نبيه كانوا حريصين ان هم يوجهوا تعليمات فنيه للمدافعين بخصوص التمركزات وكمان المراقبه لمهاجمين الخصم بالاضافه كمان للتعامل مع الكرات العرضيه. الجهاز الفني اكد كمان على المدافعين ان هم ما يتركوش اي مساحه لمهاجمين بيراميدز لاستغلالها خلال مباراه اليوم. نروح لخبر خاص لنهارك ابيض ومهم الحقيقه. خلال الوقت اللي فات في اخبار كتيره قوي انتشرت عن تواصل فريق الاتفاق مع اللعيب الفلاني سواء مصري او اجنبي. هنا في نهارك ابيض بنقول لكم وبشكل مؤكد ان اداره النادي برئاسه المستشار مرتضى منصور بالتنسيق طبعا مع اداره الكوره برئاسه امير مرتضى منصور المشرف العام اكدوا انه مفيش اي حاجه من الكلام دي ولا في كلام عن صفقات جديده إلا بعد نهاية الموسم الحالي. التركيز دلوقتي يا جماعة على الماتشات اللي فاضلة للفريق في مسابقة الدوري الممتاز. الزمالك عمل وبيعمل صفقات جامدة للموسم الجديد بالتأكيد، ده اللي أكده المستشار مرتضى منصور بنفسه قبل كده، لكن التفاصيل بقى والزمالك جاب مين أو بيفاوض مع مين كل ده هيكون بعد نهاية الموسم، أكيد هيتم الإعلان عنه بتنسيق ما بين إدارة النادي وإدارة الكورة مع مستر فيريرا المدير الفني اللي هيكون طبعا صاحب القرار الفني لضم أي لعيب. عشان بس نقفل الكلام في الموضوع ده، مفيش أي كلام وأنا مبسوطة جدا إن احنا عارفين نقفل على نفسنا، لا وقته كلام مين جاي ولا مين ماشي ولا مين هيرجع ولا أي حاجة. هو دلوقتي فاضل لنا كام ماتش يا جماعه نعديه وبعدين نتكلم في كل الصفقات اللي موجوده جوه نادي الزمالك.